والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، القسم الخامس الأخير من أقسام الكتاب قولني شنف على قودوان كتاب نكون اتقودة من شنان الرا خاتمة الأصول الثلاثة، خاتمة تمرة قولبي أصول الثلاثات جيتور، وهو من قول المصنف رحمه الله تعالى: الناس إذا ماتوا يبعثون، نمني وقون فدؤن نخاف مني جتور راك أمني إلى آخر الكتاب. هم أخير كتاباتك رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هم جتور قهدت خاتمة كتابك نات أكما جل قبرت أصول الثلاثة لاندرت رسائل سد يوكاو أكا مقدمات واسد دبر سجرا جنتي إني جل قبا مسائل أربعة دا إني لما فا مسائل الثلاثة دا إني سدفا أهمية التوحيد يوكاو لماذا ندرس التوحيد. وهذه ثلاث رسائل بدأ المصنف رحمه الله تعالى وجعلها تمهيدا كالتوطئة كالتمهيد. أصول الثلاثة جاء كتابة كائخانات أكنا ما قرتي خرابة فتو إسي سنتقو داف رسائل سدي خائد رتجتون. ثم شرع في بيان الأصول الثلاثة هندوان سدين بيان سوق كيسة سيني، فقال الأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث. ثم بعد ذكر هذه الأصول الثلاثة مشروحة ومبينة ومفصلة إذا أصول سدينكم بيّن فمتي شرحمتي إفسمتي بودان ختمها بخاتمة خاتماتان نوت أمري جيتان. وقال نجي مسنفين: والناس إذا ماتوا يبعثون، نمني وقون بدؤن نخاف مني وادؤن هفون انجرتو جتوران قولب. ثم استدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى إيقنا رقاد إيفت مالجي، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة خاتماتنا كيسة مصنفة ونني دبته الإيمان بالبعث إيقدؤني كافمونا خاتماتنا كيسة دبته توقفة. وقد ذكرنا ذلك في الإيمان باليوم الآخر ويا آخرات أمنوا وانجن سنجلني سينا جتران دبر سنة ودوما جرو دبيت الجبس في الرديبي يوم الآخر. وجوجن كل ما يكون بعد الموت جن وان ايجا دعاتي تو هندتو الإيمان باليوم الآخر كيس سيناجن من سؤال الملكين ومن نعيم الجنة ومن نعيم القبر وعذاب القبر ومن البعث والحساب والميزان وتطاير السحب والجنة والنار وغير ذلك والسراط ونحو ذلك. وانك لما لجرس هندنو واليوم الآخري سنكيسة سيناجن. ثم إذن من لم يؤمن بالبعث نمني دؤني كافمون جراتو تلأمنين فهو كافر خارج من دائرة الإسلام. جميع الناس ذائقون الموت المنا ما كن هندنو دون ند أنما لا محالة أنس إسنس خبراتس دو أخنا أنمو الرحفين سنو فنجر نمو أنمو كينيا بيكما إيجا دو أنمنا الموت قاس يذوقه كل الناس دو أجتون كاس نمو رقوتا تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قد الله واقية كجوسا
واني تكلم بيا دنيا رت كهفو متجتر كهفو رب العالمين اقف ايجا دوني غرو نهن دنوني كافم نقويا قياما كيستي الا يظن انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اكنجا رب وذلك يوم القيامة ويسمى يوم الجزاء ويا جزاءني جاما ويا قياماني جاما وله أسماء كثيرة وكثيرة ذكر بعضها الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه في كتابه إرشاد في كتابه الإرشاد إرشاد انكسر كتابا براس المخاس ومن ثم محاسبون ومجزيون كل حسب عملي نمو أكما دلقاء ساتين قافة مجدتنا نمني بعثيك جبسيسي كافر كفرا مخرجا من دائرة الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أكنجت دبته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين كان دبته جتون ربي إرقوليهم داه شركي رانما أرقو هالة عني فيه نمك آلي ربي قول جنة أنقمتيسو هالة عني ربي إنسان إرقي جئتي رسل مبشرين ومنذرين جئر قال إفته وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده مارة دبيك نرى وننو تأرقى النوم أول نبيوتا آدم أول رسولوتا مو نبي نوح تكاو نبي نوح اندرت رسولون نمجرني لكن نبي الله نوح عليه السلام أول رسول بعد حصول الشرك على الأرض إيجا شرك بي دنيا رتي أرقمي دور نبي أمتا ربي شرك سيستي إرقمي ربي تشرك سيستي إرقمي نبي الله نوح جدت لأمل أتشين دور إرقولين انجروا جدت لأمتي حديث شفاعة قداسا كيستي أليس ينسا مال جأنين أنت أول الرسول جأنيمي إني أول الرسول إذا وري أتشين دور نبيوتا يو جنس ركون قبو جدت على كل حال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم آخر نبيوتا محمد فكل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من دائرة الإسلام خالد مخلد في نار جهنم نمني ايغا نبي ربيتي نبي يمهمتي هندنو كافرة كاذبة كجبان ماتي تناب نبي ربي عليه الصلاة والسلام أخيرة بود نبيوتا هنداتي إذا بودتي إرقامان تقولين نبيين تقولين هنجروا جدتورا وكل الرسل مجمعون على دعوة التوحيد نبيون ربي يكون هندنوا دعوان ثاني دعوة توحيداته ردي ولي قلتين تقولين كان دعوان ثاني دعوة توحيداته انتين هنجراني جدتور وكلهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وأهل الشرك شركي فألسوا بشركي اللولو كيست على شركي فألسوا كيست إسان كان اللولو كيست كل الأنبياء والرسل متفقون وكلهم متفقون على محاربة الطاغوت ومحاربة الشرك شركي اللولو طاغوت اللولو كيست تكون إسان اللي كوال أبي هنجر وجيتشون كوال أبو شريعة إساني دي سير إبتين بلماتة أحكامة سيروان قرتيغا إساني كان قراغرات واللبا ملي أمري توحيدا كيستي أمري أمنتين إساني إسلام ما تقول كيستي قراغر ما تقول لي نجو كل الأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى وحدانية الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن فعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو الإسلام أمنتين إساني إسلام ما تورتي فقوان إساني اللين خلاف نجدو إساني نجرو سير إساني تربين يرور رايروت مثلا نبيون نقرين سير إساني كيستي
يوني في نجسان كي هتو إساني توكي هتو أمت إساني توكي هتو سن إرامورو سيرا أمت محمد كيسات مو هتو سن ميتو وان أكانت ولا بجيتار أكسو ما سيرا نبيوتا أماندورا غري كيساتي يوني نمني فور زنا دلقس نمني فور إيو زنا دلقس نمني زنا دلقس بفري واتو أجيفمو كان نبي محمد كيسات نمني إيغا فور زنا دلقني أجيفم ودون فوريو زنا دلغي ودون هرمو زنا دلغي ابا غرافاميتي هانغا امات توكو بيسني تاكنين ارغامني غودامي بيارا دبام سيفم سيروان اكناتو واللبامالي غبرمان حقا الله قفا الله قفا غبرا جتوتنا ما يامو كيستي جدو اساني وني تاكلين سيري خنا كيستي واللب هنجرو جتودا وابترض الله على جميع عبادي الكفر بالطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى وافترض الله ربي واجب قريجرا على جميع العباد تفقبروتن إسارة دركما قريجرا مال الكفر بالطاغوت والإيمان بالله طاغوت التكفرني الله تأمنوا تفقبروت إفيرة ربين دركما قد. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الخاتمة ومصنفين خاتمة خانا كسات دبترة توقو بعثت أمنو دوانيك أفهمون أكجر أمنو جيتو لما فا أول رسولوتا نوح انتئي أخير إسانيو نبي محمد انتهو سدفا آغوتا تكفرو خانا ندبت أسكيساتي جيتو لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله طاغوتا تكفر رب العالمين تأمنوا الراحة فينسي نوف انجرو جتر. ما هو تعريف الطاغوت؟ ما لطاغوت جتوني جنيا لال طاغوت جتو المصنف رحمه الله تعالى نقل من ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ابن القيم الجوزية رانو اوديسة كجي الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع أو مطاعن أكن جينو حمي ميمال جتو رجنيها لالو طاغوت جتون وان قبرت دبر ستوك مال وسنة إسا واني أتي وسنة إسا دبر ستهن دينو مال جاما طاغوت جاما أتي قبرت وان سنيت جامتا جتون أتي إسا سنيت أمنت مال ربت أمنتهم جام نمني تقو ربت أمني خان جامو يو طاغوت تكفر قفا طاغوت تقو وسنة إسا دبر سا أسي ربي تن أماني يو جدت لا أمانون جاموسون كان أفو طاغوتا جدتون وان قبرتي توقو دابرسي وسنة إسا ميوانا كان فاهيو جنن من معبودين قبرا مارا جدتون كما يعبدوا الأحجار والأشجار أكنا مقرتي قال أقا قبرو مخا قبرو وان أدى قبرو أما قبرتي كن خان أجا قبره كم مكا قبره أجا في مكا خان مالقود وسنة إسابرة دبرسي وسنة إسابرة دبرت أجان قبره مرامت دانجان إسا مكتي قبره مرامت قافة أجا قبره قافة مكا قبره جاوز بهذه المخلوقات حدودها مخلوق وانتنان وسنة إسابرة دبرت جرا مخلوقة وسنة برة دبرسي جرا والخطيسه تو بكايسيره بكايسيتي والخطيسه جتر غافنا غا نميتكون ربي تامني هنجم مثلا اما كفاري خالقني ربي تو اني واوم اني نياتس اني اوباس اني اجيس اني فجيس اني دكم ربي تو ني بيكم من بيخان وني انسان اكنوا ما ودي ربي ربي ني بيخان وني ثاني نجمو ابيب يوكاو ربي توكيتوم سواني ثاني نجمو ابيب توكو ربي قفن جبران يوخاو ربي جبران لما نمني تقو ربي تي امانه كان جامو يو مالته يو طاغوت تكفره يو طاغوت تكفره اسان مو كانيات جو كانو باس ربي جتو اسين اماناتي طاغوت تكفرو لبني طاغوت عبدا يعني اغا جبران مو جبران ملك جبران وانا ادا جبران جتو ما رجركني ربي تي امانه نجامو نمني تقو ربي تي امانه كان جامو بشرط الكفر بالطاغوت شرطين جلقبا ركنين جلقبا طاغوت تكفر ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ربي أمنا جت ون إسان أورجرا أك إسان قرتيجا ربي أمنا هنجأمن وان إسان قرر توكو طاغوت تكفر أبور وهكذا مقا إسلام ما كان همتاتهم يوم ما يامت يوم ما ندير نما دير متيبته نامت تكون وان سن وسنا إسابرا وان دبر سجرو طاغوت توان إنكفرينه نامن طاغوت تنكفر ربي تأمنه هنجأمو جتون والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود قال حجار نمني الأقا قبرم كم مكا قبري أقاسا مكسا وسن إسابرة الدبر سجدتون واني نمنك وسن إسابرة الخطيس يكون طاغوت جأما نمت وانسا وسن برا الخطيس قافت أقا مودي قافت أقا تقرتيقا أقا درمتيبت يوكاوت أغار بركة برباد مخرب بركة برباد قرقرة غرا غرار أودا غرا غرار مثلا أودا بركة برباد أودا خلا جلتها أني يوغرتي شورا قدن دبين ما في ملكة حجة توتك بركة سكا قلبي تغرتي أكوا مكسن رأيس أرغا مقلبي تياده يوم خجلت باني دعائي قدن دعائي نما قبل ما بركة رغرتي مخخن را بربادون تكا قلبي ساكي ستي أرغمي وهذا كفر كوني كفر مالا تجاوز بهذا الشجر حده مخكنا وسنة إسابرة ألدبر سيجر جاما جيتون إذن طاغوت جيتون ونمني وسنة إسابرة ألخوتي ستكا أو ماذا أو مطاعين جيم أو متبوعين تكاو إسجل ديمون قدماتين رحالتين كالعلماء أك علماء أوتا علماء أوتا وحق أنتهين كيسة تقاض إسان جلا ديم تأتي عالم جسم طاغوتا جاما أتي طاغوتا تنكفر ريجتون كعلماء السوء أك علماء هموتا نيجتون علماء شركي كيسة بدعا كيسة معصيا كيسة يوطا عاقو تأتي عالم تسم طاغوتا غوتا جرت عالم تسم طاغوتي أتمو طاغوتا تنكفر نمني تقو ربي تأماني كان جامو يو طاغوتا تكفر قف مار نمني تقو عالم فلتاه يونيب كرحمتو نمان ديمنان حمتو سنرت جرى خديم متاتي مال جامي جرى عالم تسم مالي بكونو أسكتت كراج جرقا طاغوت جتون ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع له مما او متبوع كعالم متبوع كعالم اذا جل ديمون قدماته اذا نو عالم يو كراجل انان ما ديمه جل ديمون انت يو جل ديمته جلنا تو بيخا اذا نرى عالم جت لا خانوتي جل ديمنو نما رغا ابو قف الصادق المصدوق أن جامي رسول ربيكم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول ربيكم طاعته فيما أمر وتصديق وان نمني خانوتي وان إني وهمي هند نقال جنك أبنو إيه نقف رسول ربيكم نموت بروه هات الدليل جنان رقاله فتنه جنان رقاله تليه السودان دعوكم أي كتاب كتاب فديته عالم فديته قافني وانت قصتيمو يا عالم تجرى هل لك دليل دبيك كان الرت رقاك أبدا حتى أصحاب الرسول ربي رقا والقافة أليس كذلك ما دليلك ما لك كان الرت حتى رقا قافني ليفته رقا رسول الرا دبيتنا تقهو كالرت رقا بروفد جنة عمر أبي موسى الأشعري لان أكنا جيميسا دبيتنا اينو را واي استئذانا كيستي تراسدي سينو جتي يو ابان سي ايامو ربي ديبيو قبض جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم جي ابي موسى دبناني دبيتنا رسول را دقووك نما وجد اقيست رقافي دي جي دبيت الجبين سوف جتي جي مالب خاصلا ابي موسى توكتونو مقاتري بكسني تاتو غرو رقاد ايه فدو جنة رقاد ايه فدو مني ايه فن ابي موسى
رجاني نديفت جت رسول ربيت ايغنا جتما رسول ربي تورتو رغافي ديجيني برمس كانا نوتي غابا غرتي دوبينا متقرر دغنيو لا بد من الدليل رغادي هيفدو كتاب مجنة كتاب الرواء اغرب فرتون دندي فرتون قم دليل قباي ايغا دليل ديفتهو دليل اني ديفتكم صريحي دبي خنتي قتيله جتو بر واغني غرتي غارغا خنتي رغا مساتي بي وني اني رغا دي هيسكو ولتي قتيله لا بد من ان يكون الدليل ماذا صريحا دي بي دليل لسو سيتهون واجب دليل جي دليل ضعيف يودي فتن قبلم سير رغا تكون كان ملم لا بد من ان يكون بفهم السلف الصالح فهمي سلف الصالح كان فهم متوقم وان اكا اما اتديه فتكن الربتي حديثا كان يوكاو ايتا كان ورسي درا اصحابني سلفتوني رغا غدني ديه فتني مالك هبنو جرات مله هبتمون هنتو وانت بيجتو دندوكم يوكس توبات اكنمت اني هون شيخا اني كون شيخا جنيت مقدم نيوتاتي جل انا كيستي والجلدي متهيتي بودو يا قيامه ضعف الطالب والمطلوب ترفاجت كنافو نبي ربي عليه الصلاه والسلام علماء ورثه الانبياء انكم جيران ورد التوت نبيوتا تانكم جيران التوت نبيوتا غاف جنو نمني كيني كوني يروح الدو قدري رسولا كاو في قدري عالما كاو ادام باسين بيكو اني ما ولد كالرسولا رسول ربي عليه الصلاة والسلام شارعي وربين اتهمه كراغون لكن اكا رسولا سنتي كراباسو دندا عالم نكون ورثة الانبياء تأونكوني اكما رسول لقرتيقا كوني حلال كوني حرام جي ايوا شريعاقا نخرانو باستي عالم نت كراباسو دندا جنتو دمو لا وما رسول لهم نتهمو داني ديرو بركنو ما رسولا نبران قهو داني مالي لفاها رايت عالمني وامنان ركنا كيستا قليل جرا اجتو كان ادام باسوكم منزلا عالم منزلا رسولاتي بي منزلا عالم ادام باسني بيكو دندوكم يروه الدواني هواسر واللالا رملتو مالي يوجدت شيكو تيداف بك رسولا خنو تملتا قالوا لما ورسول الانبياء انجني وانجي مدقينيان قالوا لهم أكما رسول لقرتيقا خراباتون إسائي يمامتي أكوان عالم تتكون تشريع دندقو وكراباتو دندقوتك أكستي هبتوتو أرقب كوني ركو إلالتا ركو هبنو ركو فهمي جتا ركو فهمي مالي منزلان رسولاتي في منزلان علمائي تقوم ولد دريرو ولد ولد كناب عالمني كان إني عالم جي أمجل دي مموقبو رقا قافة إيه فتقوف يو رقا إيه فتين رسول الرقا إيه فتن جامع انجام قروا عالم تتانو رقا إيه فتن جامونيك ما دليلك على هذا يو دليل إيه فتو باتي جلن دي مموجتون يو دليل إيه فتي سي في عالم تتس ولو ما نو دليل سنجل ديمتني ما شاء الله دليل سيرا إسا قوتته رقا سيرا قوتنان جلدي ما مجدتون كان قالت إن الشيخة كن الشيخة وانجي أموني أكنت والجلدي أموني والدقو قرسوت هاجدتون علمائين هندك أتعلامت رسول ربي تنوهمي أكما عالموني أكا رسول ربي ديمين ديما جرانتي عالموني جلدتونيس جران علماء السوء جيام نبي ربي عليه الصلاة والسلام رواية إمام أحمد كيستي أخوف ما أخاف على أمتي من مسيح الدجال علماء السوء وفي رواية الأئمة المضلين لما نجر رواية علماء تجلتن دجال أمتك يرت صلاة دجال نبي ربي حاجة دجال أمتك يجل سر حاجة علماء ججل أمتك يجل سنيت رقدادا كان ولي رسول ربي نتهم مالف أكنت علماء إيقتا جل ديمنوف الجنة كجلن ديمنيف رقا إفات إفته قفرت وهي فين اندلق
ويفين اندلقوا اثنين بيتين اندلقوا مالف بينه ربنا علمنا ما هو بيغا قرآن أبو سنة بييرجي هما موقع بوالنساء واني قررت رأيبا مجير كوان أمتا واللالات أنقل لك أن أمتا واللالات تهي منقبنو وكيس مع مسائل توحيدا كيس تنجي مكأكيخون كان وان تهيف هبنو الأول جلد يمو بانان ورين أما اندراس واني جلسي شيكوتي إساني جلد يماني رسول ربي عليه الصلاة والسلام يهودني شيكوتي خيس الرب قد التريمتي هيجي قابتك جنان نمتي يهودا راتوكو لكي تقانو تشيكوتي ربي قد النهي جنان برقر التاني جينا كتي قد التاني واربين حرام جي وقو شيكوتين تيسان حلال جدت تربي ديبتاني تشيكوتي سنفر التاني جلن ديم نهي جنان ايسان نمد لينا جنان برسان نمت ربي والقر اتوجي اما اجي الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ماري آغوتا تهنجيتو لجرسو آغوتا تهنجيتو كنافو كعلماء السوء أو متبوع جدتون أكعلماء تجلتني أو مطاعين تكاهو إسا قالين إسا قد أماته الرهالتين طاغنكم كالأمراء الخارجين أن طاعة الله أكم وتتقالي الله الرابه تاني وان حرام كيسة وقوني موتوان كنما ججر مربا جدتك آلي موتك يوغوتي موتك سن آغوتا قدتك أتي ربي تأمن نجيتو مثلا موتين تقو خي شركي تسي أجاجي كفر مات تسي أجاجي وان شريعة فعل لسو تسي أجاجي فلا تطيعه اين جايني اجتون انتو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان نبرسيزي مخلوق اجتون انجرت آلي خالق فعل لسو كيست شريعة ربي تأبسو كيست قاف مخلوق نجرتي شريعة ربي تأبسو تنواجدو مخلوق اجتون انجرتو نون جيجر كانوا مافو والطواغيت كثيرون طاغوتو وانكن هدونا ورؤوسهم خمسة متان إساني موميكا شاني جيجر إبليس توكو إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض نما قبر حال قبر مجالتين ودو قبر مجالتين ودو يامت مجالتين يوانا من إسا يا عمتيو طاغوتا جيام أما مثلا أنبيوني مليكوني نموني هدو ورجرة يا عمتو جير قرو نبيوني مليكوني يا عمتمو كان جالتني هنجالا كنافو طاغوتا جياماني جيتشورا ومن دع الناس إلى عبادة نفسه توقم مس نما قوتانا يا عمت لأخوتانا قبرا بركا بلو تيوجد النجاباتا بلا نسين الرادب نما نمان جي جيتشور ومن ادعى شيئا من علم الغيب نما علم الغيب همتي أنا غيب بخاجئ غيبي بيخون تربيتي هل يعلم الغيب أحد سوى الله لا يعلم الغيب أحد سوى الله والدليل قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أما جنين مراتان دائمني غيبين بيخني هم بيخن نمني مراتا غيبي بيخجئيات جنين غيبي بيتجيهات دائم جنين غيبي بيتجيهات فهذا كافر كوني كافر عاجته لماذا؟ لأنه أشرك بالله غير الله في صفة الله صفة ربي كيستي ورب انتهي ربتك انديس جتر إنت أمرا ومن حكم بغير ما أنزل الله نما بي هقا نما بي بلت نما نما مرتسي وربين بوسي ملت قرآن عف حديثة ملت خن خئي وان برات حكمي قولي إن سمال النطاغوت جأما جدتون كالحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أما قابك كنبتهم والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكن هذا الكفر كما بصره ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر تفصيلك بك كانت لا بد من أن نتبع تفسير السلف انظر تفسير ابن كثير وقد نقل الشيخ محمد علي آدم من كثير من كتب التفسير في ذخيرة العقبة بك تفسير آتتي كانت وان هدو تقول إيه السجر سنمالي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جيتون كني كفر دون كفرين إنه
نمتي تقويون في كيام القرآن ديسي حديثة ديسي وان برو تنبيه بلت غرو قرآن ترج على جتوني بيك قرآن تحق جتوني بيك كوني واني جرتي سيري نمتلتين كوني سيرا جرتيجا باطلة جتوني أمانة أكنو ما وجين حبا للرياسة أنغو جعل لاف يون انكرا برات القرآن حديثة بلت أنغو خانة ناركا بها لاف خايجر تيوان بروتين بولت سيرنا متولتي الان بولت نامي تيكون لا يكفر كفرا مخرجا من دائرة الإسلام ينكفر كفر ما أمنتي إسلام أرانا ما باسات إذن ينكفر هذا تفسير السلام لكن هو ماذا كفر كفر دون كفر نامي تيكون مذنب إلى عاصير أملي ينكفر توقف أما نامي تي سير ربي سير غرتين أمتولتين سير ربي تستوقف يوجي نكفر تكاو سيري نمتلجين كون سيرا ربي ربري دارا ويوجي مالتا نكفرا يوكا سيري ربي دران بري دارا غرو يرو اما جرو كانا كيسات تمو قانون وضعي سيرا نمتلجين كانا ترى غارد ايوجي وهذا ايضا ماذا كفر مخرج من دائرة الاسلام سادين كون نكفراني اما نمني سيرو مربي ترت على رجتو امنو الاوجين غرو جالا انغوتي سيرا ربي دي سيوان بروتي يوجي مي إنكم كفرين تا كفران دون كفرين أمالي أمنتي إسلام الرا بيهن جأمو جدتون واضي ولا ما واضي هذا تفسير السلف إذن وننرى إيجا مقا الكفر بجميع الطواغيت طاغوتو ونهندتو كفرون ديرك أما جدتا دا يو طاغوتتي هن كفرين نمتي مؤمنا جاء مجدته ما بكى ومن عبد وهو راض نما جبرمه جبرمه كان حال جالتهم بكى جن سنتي وإن وفيت يادي بنهم مثال نمني تقول إيه ما شاء الله وشيت سنجي وربي في وان ربي في أتفيته تها سنجي نمتي كل ربي تشرك سيده مو تشرك سيبني مال جتوك أبداتي وقوني في النكا نجيو نيوسنا ربي وجد سمنا غرقاري سنجي ربي تنسي شرك تيزا مو سنشرك تيبني ربي وجد سماتو متاقي يخينا برسيسي يجي سكتا يوكا تيكا استتاتي فأنت ماذا طاغوت أتي طاغوت جتور أما نما تقوتوك إيه هتوك هكاتي هتاي بركه توكه ربربات مكينا كي هتاي امامتان وانا الداداتين يتبرك مكينا كي كان ربركه بربات فردك كي كان ربركه بربات وسجالته سلاد اكن مديني جت سجالته هاتو ترتيب من كفر ما في جلني تنفكوني مالك ثاني سبب كفر بني ادم الغلو في حب الصالحين سببان بنين آدم اتكفره وقابة القبا جالل فالهوتا كيسان كفره نموتا قاري جالل كيسا مالتان كفرا جالل كيسا كفر مانو في قابة نمنتوكو مكينة خانكي تكاهو سيخانا براكاس ربربادا حركان ستوقات يوكا هتو انگرتيغا امامتا مكينة كي هكات سكت كاتيكا اتو يوتات فأنت ماذا أعود ما يعود تجري جيجا جري تا ولا لا مال جتوك أبا نمني وانك كناخون إذا مودت هل يسكت وسوق أبا نبي ربي عليه الصلاة والسلام قابنا متتو قتلوا فيه ما شاء الله وشيت يا رسول الله جنة رسول مال جين وربي في أتفيته تا يا نبي ربي جنة انظر وهو أشرف الخلق وسيد المرسلين رسولة ولا وجن لا إله إلا الله أجعلتني لله ندا نمانا شريك ربي لقوتي أبو شريك خالق أنا قوتي قل ما شاء الله وحده ورب قبت فردتها جي تيتنا برها الآب جئنا بربي عليه الصلاة والسلام هل سكت النبي؟ لا. ومن سكت فهو طاغوت نمني قرتيقى حواسني مكينا إساته وقام إساته إساته التقي بركاء الربر بادي جتونا يوكا أسطاته نمتكم طاغوت جاما لانه عبد وهو راض
ومن عبد وهو راض فهو ماذا؟ أعبد شكيتكم عليه توبادي بي وبرباتي سنمني كسي توبادي بي إيه لكن انقبريني نما جتو دندوك أبا واني أتجتو قبدو أكم رسول ربي أجعلتني لله إيه ندا يا نمن قل ما شاء الله وحده أكنجي إجي نبي ربي عليه الصلاة والسلام كنافو نمني تقو وعلم الغيب يا فرأن نمني أما أدوني بلا فأخيتم غري كبا كبا لالون نتامون تو انتو مثلا حال هواس دي كيسا جروا لالو سغل جول لي رودا غينيو كبا لالون امبرباتي انتوسي مالي بيو جتي تكفى مساله الولاء والبراء فالستوت سجيت اكمتي يو سنجتي يو جتي لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من عبد الله ورسوله اكثيمير غافا غرتي غاغري تو كودي غرتو غري تو جالتو اتي مالتو دفجر حبن في منوبني اتي بر غري سن جالتو تجرتا فوزي غري سنيتي مع انه كفار كفاره اوسانيتي ودين ساول لا جرسن الرانو جالت لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون ايه نما ربي في رسول ربي خلفه خجاله تو غرتو اتي وربي تي امانه غافا غرتي غا فوزي جرتني جالت اتي فالا ديم توك ديبيتي اصلا ربي تبعن امني تبعتا غافا جتو هل خلقنا الله عز وجل للعبد تبعن امي ربي تبعتا فلان تبعتا فلان تبعتا فلان هذا هو ممنوع تبعت ما نون برباتي تبعتا مي تبعتا نجرت اما درغم منك في جنساو كون شريعه كيسه الليل وهجر تبعتا لين جاموسون ورفي بجام كثير تبتا كوبا جامو تبتا في جيسا جام ورا في غرمه جام امري اتليتي مو مال جاني جريس نعم اذا اما غا اكوما نمي كيس جرو لالي حافدان يرو دغيسو تبتي او غوغرتي غا وري تبت سيرو ديمو نمنت بكلمتي والباس يقول هذا الفريق الفريق الفلاني فائز ويقول هذا الفريق الفلاني يفوز اني ابلو ترى ان دياج أني أبلوت مهنجي آجا جاء موكاً جاء ونمنقون هذا يدعي ماذا؟ ما له ما أجر نمتكم إلما الغيب إدعاء قد أجر آجتر واضي ولا ما واضي؟ قابا قرتي قريكنا ترعانا تقنو جمّر من إبر نمتكم ما له ما تأجر غيبه ما أجر آجتر إذن إلما الغيب إدعاء قدوني يجعل صاحبه ماذا؟ طاقوتنا ما تأجتر أبل مواجه أبر يدعي العلم أبل مواجه أتي يادا لنجن نيادا جن وإنما قال ماذا خلاص فلان الفائز وهذا من ادعاء علم الغيب علم الغيب بيكو راجع ما جدت همتو جاما أغوتنا ما قول كربراتي اندي بيتي أبلون كوني بروني دو آجيا كي نمتكون تكاهو يا من بويا كانت ابتي اج يروح دو مالا غرتا حواسني كاني توهني حركا بدو حالا تويدا والابو راكن كاي مراتا ويوني بمخاي قيامات تربن الراتي اجي هدون ما دغاسي يبارك وانا كانت مودتين بيو صدقها الشعب حواسكم مالو قوم تجتون مراتي تكيا ما تربنا راتي جي خنا دغوم سيجتو صدق من ادعى علم الغيب هل يعلم الغيب احد الا الله ما لي دغوم ستي امنكم بروني اكغاري توتو ميچته عبادتي دي بي مسيرتي غلا نغري ونا كناس مودتين بيكو كوني فتنا يرو تو كوتو ابليس لي بي يكيس غلكيس حغم تو كنمني كنتو يدا دبافته جرا حغم الدم بافنده فتنا غرغرا شياطين الانس والجن يهودان جنين ابليس لي فتنا كنا اكوان بيكيسد يدربني الله اعلم وانا كذكر رب ما بيغا اكوان كسين مفكات اذا وانتوني اكناكن نمنكن علم الغيب بيك جت امنوا راكا نمتك علم الغيب بيك خجئ امنوا متانسا نمتسم طاغوتتي امنت جت
وانت ما كفرت بالطاغوت اتي طاغوتتي انكفر رجيتو مره نملي طاغوتتي انكفرين امو ربي تي امني هنجي ابو وجيتار كنافو اغا وانتوني اكناكون ارا ايغتمو قبا ادبافتو دندو قمنا حواسه كين كيت ازريتين وا ادباسو في دندو قم نملي كين اوسوم بكين كارا كفرما كارا شركيت سيناج ركون اما اسو نكون جره منجرو بيخيت نجر ما رنم اوسوم بك بري كان الرايو قلقل لا سلا النساء قيبلما ركو تن الرايو قلقل لا خصوم النساء قيبلم ركو كان اوجي صوم النساء قيبلم منجرو لا ان شركت لا يحبطن عملك اذا شرك امر نتا حمادا سريت ادبابتني بيكو بربادا امني كين مو شرك ما ام بيني حتى طلبه العلم غنا كذا سريت ادبابته برباكيسا ummata billa adabasu nu barbaachisa kanaafu insha Allah ta'ala sirriti hubatu dandawu qamna ummata le hubachisu dandawu qamna jechu dan barbaada warra waan qara'e hubate fahame ummata le fahamsi su rabbinu ataasisu warra adabafati rabbinu ataasisu bihadha nakhtim sharhan mukhtasaran lihadha alkitab alusul althalatha sharhi gababa bal inaan odon tane gaggabaab sine yo sharhi isa kalaalu taate waan hanga ammaatti dabartine kana fakkaata warra kitaabicha hubate ummatallee hubachiisu rabbinu haa taasisu hadha wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'iin yajibu ala kulli aaqil nama aaqilati hundarrattu ni wajjaba an yata'ammala hadha almatna alcaziim matni kitaaba kana guddaa tahe kan كان بيكم سقود دايب كيس ساق أبو كنا اتيادي حفظي هباتي أمة برار اللي قهي أمة اللي برسيسون نرى برباتي سارة جتشون إرد الديبيران اسم برباتيسو بربادا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برو إن شاء الله تعالى نبدأ باختبار أصول الثلاثة برو اختبار فتنا وان هنگا اماتي برانيجة تودا اولا راخافني مؤلفين اصول الثلاثة اين كان جو اصول الثلاثة جدتم باختصار مال ما هو من هو مؤلف اصول الثلاثة في اي موضع دعا المؤلف لطالب العلم في هذا الكتاب كم في ثلاث مواضع كتابك أنا ما الذي يميز هذا الكتاب من غيره من كتب التوحيد كتابك أنا كتابا توحيدا كان برارا واني أدئسا قولي ما لني ماذا ما لجنيد بني مجر ها نعم يذكر المسائل مقرونا بالدليل وأنه سهل كتاب نكون لافر وأنه يدعو في هذا الكتاب لإيه لطالب العلم طالب العلم إذا في الليل دعائي قول هديما إلى كم قسم ينقسم هذا الكتاب إلى دراسة التوحيد فرض كفاية ولا فرض العين فرض العين جنين ما هي دليل المسائل الأربعة سورة العصر من تعلم ولم يعمل به أي شبه فيه فيه شبه باليهود من عمل قبل التعلم فيه شبه بمن بالنصارى قلنا ينقسم الصبر لكن إلى كم قسم إلى ثلاثة وإلى غير ذلك وأن كان ملجرو حدث أمر كتابة كانت من أقسام الخوف ومن أقسام الدعاء ومن أقسام إلى آخره وايد دخابني برو قيا برو ولين كلال لتانا قوتو كتاب التاج الكبرى حمد مراد مراجعة قد أول مرة احفظ فإن كل حافظ إمام نما وحفظتو حواسا في اللي دريتا خناف واني حفظا درا درسو متني متني حفظاتي وان إردتها سوامي أبتنا واني إردتها سوامي كرا وسائل إعلام رت اللي قال لك في مجمع رجرا ومرقدتني لك في مجمع رجرا
أشرى أبو فتني سيري توردوه سني دندي سنين جاء ورد أجيت فهد مربنا تاسسه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بربودا افتاي ورب نوفره نشر في دراسة القواعد الأربعة حال مكانان قواعد الأربعة اتسيرنا أكسيت قواعد الأربعة قد قوني رجني قرانيت سنبودا النواقد الإسلام أكسيت قرتي قرانيت ما شاء الله سنبودا باب أربعة دلوقف سيهم يو درساء أرغت درساء روجيس قف سيفنا يو لكي كتاب التوحيد التين دبراجت كرا كتاب التوحيد وإما إلى غير ذلك كشف الشبهات كرا كشف الشبهات التين دبر نواقد الإسلام بودا كشف الشبهات الجلقب نتفق حنغا أما قراني كيستي كومنتين سنقبدا الملاحظات كومنتين سنقبدا يوكي ملاحظان سنقبدا مال يا لدي قرسات ايه وانغا في سنتي تهوت ايه يا لدي وان اسن مرمسيت أما كنا كناتي نانتان جتوستو ما ملاحظاتكم ليس لكم ملاحظات حتى التأييد دي قرسة ساتاو فعلا ساتاو قاف وما تكن قفدني ليس لكم أي شيء كنا نمان قريني قاخن كان دي قرسة كان مرمينيس من لم يسمع ماذا تقولون اسنيتا ليس عندكم أي ملاحظات ونر يعني أردتك أني تننجر دي قرو مالي قافي براس قفدن والله خير جزاكم الله خير بهذا نختم مالي وني